كيف يربي بيل جيتس أبناءه؟ درس في التربية. بيل جيتس أغنى أغنياء العالم، رقم واحد يرجع اتنين يبقى تلاتة يرجع واحد تاني، في النهاية بيل جيتس ثروته تقارب 90 مليار دولار، 87 مليار وشوية، فتسعين مليار دولار ثروة بيل جيتس. كمان مش بس صاحب ثروة، إنما هو أيقونة لهذا العصر، هو مؤسس مايكروسوفت، هو يمثل هذا العصر، يمثل هذا التقدم، يمثل التكنولوجيا اللي موجودة في عالم اليوم. يعني بيل جيتس من غير الثروة هو في حد ذاته قيمة كبيرة جدا في تاريخ العالم وتطور هذا العالم. بيل جيتس اللي عنده المكانة الكبيرة ديت واللي عنده 90 مليار دولار، شوف ازاي بيربي ولاده، وشوف تربية البعض في مصر اللي عندهم أموال قليلة جدا لا تقارن بأموال بيل جيتس، شوف هنا التربية ازاي وشوف هناك التربية ازاي. بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، صاحب 90 مليار دولار، رمز التكنولوجيا والتقدم، ديلي ميل وديلي ميرور بيقولوا ما يلي. نمرة واحد، انه ممنوع على الابناء امتلاك اي موبايل قبل سن 14 سنة. يبقى تخيل بنت بيل جيتس او ابن بيل جيتس ممنوع يكون معاه موبايل ولا نوكيا ب2 جنيه، ممنوع لغاية سن 14. لغاية سن 14 يروح المدرسة ويروح النادي ويخرج ويجي، ما فيش حاجة اسمها معاه موبايل. فممنوع ان الابناء يمتلكوا موبايل لغاية سن 14. نمرة اتنين، وهم قاعدين ياكلوا ممنوع حد يمسك الموبايل. ده بقى اللي عدى 14 من ابناء بيل جيتس، ممنوع لا يمسك موبايل عشان يرد ولا يبعت مسج ولا يشوف الفيسبوك ولا يبعت كلمة على تويتر او الواتساب، مفيش، ممنوع نهائيا. قعدت علشان تتغدى او تتعشى ترمي الموبايل جانبا وتقعد تتكلم مع الوالد، مع بيل جيتس، تتكلم مع الأسرة ومع الإخوات، وممنوع نهائيا يظهر موبايل في إيدك أثناء الطعام. قبل النوم ممنوع نهائيا استخدام الموبايل، لأن وقت الطعام لازم تركز إن ده أكل وده كمان تواجد أسري، وقبل النوم لابد تنام وذهنك رايق، فما تقعدش تكلم العالم كله وتشوف أخبار الكوكب كله وتنام. مش لازم تشوف الكوكب كله، ده مين؟ ده أبناء بيل جيتس اللي هو من أهم الشخصيات في الكوكب، اللي هو يهمهم يعرفوا أخبار الكوكب، ومع ذلك ممنوع إن قبل النوم علشان يناموا كويس ممنوع يستخدموا الموبايل نهائيا. شوف التقاليد الأساسية في التربية. نشوف بقى التربية هنا للطبقة الغنية ماشية إزاي. ده مش غني، ده من أغنى أغنياء العالم، أو هو أغنى أغنياء العالم، كلمة 90 مليار دولار، وعلى مثقف ثقافة واسعة ورمز هذا العصر. فشوف بقى أن ممنوع موبايل يمتلك لغاية سن 14، وأخلاقيات الطعام واحترام العائلة وما قبل النوم، أن في مسؤولية، تربية كلاسيكية مش التربية اللي متوقعينها لبيل جيتس اللي أسس مايكروسوفت. هو بقى شخصيا، ما ممكن الولاد يقولوا له وحضرتك عمال تضيقها علينا وانت عندك كل هذه الثروة ومبهدلنا معاك، انما انت عايش حياتك. لا، بيل جيتس اللي عنده الثروة الاسطورية ديت مش عايش حياته بالطريقة اللي بيها الاغنياء عندنا، لان بيل جيتس بيلبس ساعة كاسيو ب10 دولار طبقا لديلي ميل البريطانية. ساعة كاسيو ب10 دولار، دي الساعة بتاعت بيل جيتس. ما هي الساعة ب10 دولار و20 ألف دولار والأرقام اللي احنا بنشوفها؟ بيل جيتس الساعة بتاعته ب10 دولار نوع كاسيو. بياكل من مطاعم شعبية ومطاعم عادية، مفيش أي تكلف ولا أي استعراض. بيلبس تحس إن هو بيلبس من أي محل قدامه، ولا ماركات ولا براندات ولا كل هذا الكلام. هو طالع إن بيل جيتس لا يحتاج، هو مش محتاج يقول أنا لبست البراند ده أو المستوى ده، ده متجاوز. بس بيدي درس، أنت قيمتك مش بالساعة اللي أنت لابسها، ولا قيمتك باللبس اللي أنت لابسه أو مستواه، أو تقول الساعة دي ب1000 دولار أو ب2000 دولار أو البدلة دي بالشيء الفلاني أو أنا لابس من المكان الفلاني. لا، أنت قيمتك في نفسك،
في ذاتك، في دورك اللي بتعمله. انما كل الكلام الفارغ ده الناس اللي ما عندهاش نضج ولا عندها مكانه ولا عندها ثقه اللي تفكر فيه. بيل جيتس ما بيفكرش فيه. ساعه ب10 دولار، تيشرتات، قمصان، بدل كلها عاديه جدا، مطاعم شعبية عادية جدا. فبيل جيتس بيدي نموذج أخلاقي مهم في العالم. تبقى نقطة، طيب ثروة بيل جيتس بقى دي كلها لما هو ما بيصرفش ده ولا ده ولا ده، ومربي عياله ممنوع ممنوع ممنوع، هل هو شخص بخيل؟ ما ممكن يكون بخيل مستخسر في نفسه وفي ولاده هذه الثروة، فعمال بيخزنها للمستقبل، والمستقبل يجوا بقى يبدأوا الأحفاد هم اللي استمتعوا بهذه الثروة. لا، بيل جيتس مش إنسان بخيل، ده مش بس كريم، ده هو نموذج للكرم في العالم. لما نقول في الثقافة العربية حاتم الطائي، حاتم الطائي المعاصر، حاتم الطائي هذا الكوكب الآن، هو بيل جيتس اللي تبرع بكل ثروته للأعمال الخيرية، مليارات للأعمال الخيرية. فده واحد مش بيوفر بياكل في ماكدونالدز ولا في كنتاكي، او لابس ساعه ب10 دولار، او لابس تيشيرت ب20-30 دولار علشان يوفر ويكبر الثروه. ده الثروه العملاقه دي كلها بيتبرع بيها، ومليارات الدولارات بيل جيتس بيتبرع بيها في افريقيا، تبرع بيها في اماكن كتيره حول العالم. شوف بقى درس في التربيه، ادي بيل جيتس اللي من الثقافه الامريكيه، اللي أسس مايكروسوفت، هو إزاي نمط حياته وإزاي تربيته لولاده وإزاي رؤيته للثروة إنها ما تكونش حكر عليه ولا على أبنائه، إنما يكون للعالم والإنسانية فيها نصيب. بيل جيتس درس في التربية كيف يربي بيل جيتس أبنائه.